في فيديو اليوم سوف نتعرف على فوائد التمر للرياضيين عامة ولاعبي كمال الأجسام خاصة. يتميز التمر بتعدد فوائده الصحية، كما ينصح الأطباء ممارسي الرياضة بأنواعها مثل السباحين ولاعبي كمال الأجسام بتناول التمر بانتظام، حيث أن فوائد التمر للرياضيين لا حصر لها، خاصة عند تناوله قبل ممارسة للتمرين للرياضية وبعدها. كما يتميز التمر باحتوائه على سكر الفركتوز، وهو سكر طبيعي، لذلك يمكن إضافته لمختلف أنواع الأطعمة والمشروبات كبديل للسكر المحلى الذي يسبب زيادة الوزن. لنتعرف الآن على مكونات التمر وفوائده الصحية، وما هي فوائد التمر للرياضيين، سواء فوائد أكل التمر قبل التمرين أو بعده، ومتى يجب الامتناع عن تناوله. المكونات الغذائية للتمر الهامة للرياضيين: إن التمر من الفواكه المجففة، ونحصل عليه عن طريق تجفيف فاكهة البلح. تحتوي التمرة الواحدة على 66 سعرة حرارية، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن، لذلك فإن التمر للرياضيين يمنحهم الطاقة المطلوبة لأداء مختلف التمارين الرياضية، كما يعمل على الحفاظ على صحة الجسم ونشاطه. ويحتوي التمر على العناصر التالية: فيتامين ألف، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الحديد، النحاس، الألياف، فيتامين ب6، فيتامين ب3 أو المياسين، وجلوتامين، وهو الحمض الأميني المسؤول عن تكوين مضادات الأكسدة. فوائد التمر للرياضيين قبل التمرين: إن فوائد التمر للرياضيين قبل التمرين هي كالتالي: الحصول على الطاقة، منع التشنجات العضلية، الحفاظ على صحة العضلات. ولكن كم حبة من التمر قبل التمرين ينصح بها؟ ينصح بأكل التمر قبل التمرين بنصف ساعة بعدد من 2 إلى 4 حبات. فوائد التمر للرياضيين بعد التمرين: لا تقتصر فوائد التمر للرياضيين خلال فترة القيام بالتمرين فقط، ولكن ينصح بأكل التمر بعد التمرين مباشرة أو خلال نصف ساعة، نظراً لاحتياج الجسم للكربوهيدرات والبروتين بعد التمرين، لذلك عند تناول التمر يتم تخزين الجليكوجين وبناء العضلات. كما أن تناول التمر بعد التمرين يمنح الجسم الطاقة والقوة التي يحتاجها لممارسة التمارين الرياضية بعد يوم أو يومين، وليس يوم التمرين فقط. ولكن كم حبة من التمر بعد التمرين ينصح بها؟ يمكن تناول عدد من 2 إلى 4 حبات بعد التمرين. متى يجب أن يمتنع الرياضيون عن تناول التمر؟ يمكن أن يتناول الرياضيون التمر باعتدال، فهو لا ضرر له إلا في حالات نادرة، على سبيل المثال في حالة الإصابة بالحساسية من التمر، وهو أمر نادر الحدوث. في حالة الإصابة بالإسهال، وقتها قد يزيد التمر الأمر سوءاً. في حالة الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، وقتها قد يسبب التمر الانتفاخ وعسر الهضم. على مرضى السكر عدم الإفراط في تناوله وليس الامتناع عنه، مع استشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة لهم. تعد ممارسة التمارين الرياضية هامة للصحة وبناء العضلات، ويجب على الرياضيين الاهتمام بتناول التمر قبل التمرين وبعده للحفاظ على مستوى الطاقة بالجسم، ليس فقط خلال فترة التمرين ولكن لعدة أيام تليها. كما أن هناك عدة وصفات يمكن صنعها ببساطة في المنزل للحصول على فوائد التمر كاملة دون الإصابة بالملل من تناوله بالشكل التقليدي. شكراً على المشاهدة، لا تنسى الاشتراك في القناة.